آيا here. Hope everyone's having a great day. في فيديو اليوم ححكي لكم عن تجربتي مع تقويم الأسنان وليش عملت تقويم مرتين في حياتي. So let's get into the video. جت لي أسئلة كثيرة عن التقويم الشفاف، إنه كيف الواحد ممكن يحافظ على بياض التقويم. قررت اليوم أعمل فيديو عن أنواع التقويم المتوفرة في 2018. اليوم هجيب لكم 5 نصائح عامة عن تقويم الأسنان. جت لي أسئلة كثيرة عن تقويم الأسنان وإنه كيف الواحد يحافظ على نظافة أسنانه مع التقويم. فيديو اليوم حيكون قصير وسريع. في ناس كثير بيسألوني إنه كيف الواحد ممكن يتخلص من ألم التقويم. Are we live streaming? Hi, YouTube. الآن الساعة 7:30 الصبح وحنروح لعند الدكتور. أنا متحمسة كثير، بس هو قال لي إن الموعد حياخد تقريبا 3 ساعات. خلونا نشوف إيش حيحصل. Are we live streaming? Hi, YouTube. Only way they come off, like. Very nice. They came off very nicely. Okay. All right. You want to soak up the lowers a little bit for me? Sure. Ta-da! الآن حاحد مبتسمة كذا دايما. حنام وأنا مبتسمة، حقوم وأنا مبتسمة، حمشي وأنا مبتسمة. للناس اللي مش عارفين، انا عملت تقويم مرتين في حياتي. فللناس اللي عايزين يعرفوا ليش عملت تقويم كذا وبابا بلا كل المواضيع هذه، هحط اللينك للفيديو تحت في صندوق الوصف. بس بالخلاصة، انا عملت تقويم مرتين. اول مرة كان عادي لانه كان عندي اسناني كانت ملخبطة تماما، وبعدين وجلست بالتقويم الاول لمدة تقريبا 4 سنين او حاجة زي كذا. وبعدها لما جيت هنا امريكا كان دائما اسناني مضايقاني. اسناني كانوا مرتبين، بس المشكلة الوحيدة اللي كانت مضايقاني كثير 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 لدرجة انه لما كنت ابتسم كنت ابتسم كذا. يعني مستحيل اني ابتسم منها عادي. يعني المشكلة كانت انه اسناني اللي فوق كانت خارجة لبرا.
فجيت هنا وعملت تقويم، والتقويم اللي عملته كان تقريبا خلوني اجيب لكم السعر بالضبط. دفعت طبعا هذا المبلغ هو غير عملية خلع ضرس العقل وغير خلع الأسنان اللي هم طلبوا مني، لأنه زي ما قلت لكم لما أسناني اللي فوق كانت طالعة على برا، هذا معناه إنه ما كانش في مساحة في الفك للأسنان كلها، فاضطروا إنه يخلعوا أربع سنن. أول مرة عملت تقويم دفعت تقريبا 1600. فأنتوا لما تروحوا تعملوا تقويم اتأكدوا من الدكتور وروحوا استشيروا أكثر من دكتور، مش أول دكتور تروحوا عنده خلاص تعملوا معاه، لا استشيروا أكثر من دكتور وكونوا مقتنعين في الكلام اللي هو بيقوله، لأن التقويم ياخذ فترة طويلة كثير وكمان يعني مبلغ كبير، فقرروا كويس. بعد ما عملت التقويم هذا المرة عملوا لي حاجتين، عملوا لي حاجة اسمها fixed retainer وثاني حاجة اسمها retainer اللي هو عادي. الفيكست ريتينر انا حوريكم صورة هنا، هو حديدة حطوها لي تحت هنا وهذه حتجلس معايا للأبد يعني لما موت. بعدين كمان جابوا لي اللي هو ريتينرز العادي اللي هم يجوا كذا شكلهم، وهذولا بس يتحطوا على الأسنان كذا، ما يبانوش كثير. بعد التقويم لازم الواحد يلبسها 24 ساعة. بس انا مش لابساها الان عشان اشتي اتكلم وهو صعب ان الواحد يتكلم فيهم. هذولا قيمتهم 200 دولار على الواحد، يعني الاثنين مع بعض 400 دولار. جابوا لي اول واحد مجانا وقالوا لو طلبت زيادة حيكون 200 دولار على الواحد. طب هنا في امريكا شيء غالي جدا جدا، فهذا الشيء متوقع. للناس اللي يسألوني اي انت بيضتي اسنانك، ايوه انا بيضت اسناني قبل ما اعمل التقويم، بس بيضته في البيت، وبكل صراحة انا عايزة ابيضه مرة ثانية، بس قال لي الدكتور انه ما فيش داعي نبيض اسناني لانه حيكون شكلهم اصطناعي. بس الصراحه مش عارفه، قولوا لي انتم ايش رايكم، هل انا احتاج ابيض اسناني ولا لا؟ ولو بيضت اسناني بفكر انه اعمل الليزر لانه اقدر اعمله في الشغل مجانا، ولكن في طرق كثير ممكن واحد يسويه في البيت. قولوا لي ايش رايكم في ابتسامتي، هل كبرني في السن؟ انا حاسه انه كبرني، حاسه انه الان لو حد شافني اكيد حيعرفوا ان انا في العشرينات، لانه كنت دائما اشوف كومنتات ناس يقولوا لي انت 16 15، او كنت فاكره انك 18، بس يمكن انه التقويم كان مصغرني في السن، بس الان يعني اوكي جايز كذا وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا كثير على المتابعة، وبيس اوت.